اجلس يا فهد جوار أخيك الصغير. أنا لا أحب تناول الطعام مع أخي الصغير، فهو يزعجني كثيراً، حيث يبدأ بهز الطاولة والكرسي بشكل مستمر، وما يزيد غضبي أنه يتحدث وفمه مليء بالطعام ويسكب الطعام هنا وهناك. يا بني، بالكلمة الطيبة والنصيحة يمكن أن نعلمه آداب الطعام، فهو كما ترى صغير، وإن لم نتعاون أنا وأنت فلن نصلح من تصرفاته. اعذرني يا والدي، أنت محق، ولن أبدي أي غضب منه مستقبلاً، وسأعلمه كما علمتني أنت، وأكون له الأخ والصديق.